أجمل وأفضل لحظات يمكن يقضيها الإنسان في الحياة ديالو هي اللجوء إلى الطبيعة، يعني يخصص وقت من الأوقات ديالو الفارغة ويمشي أي مكان أي فضاء قريب من المسكن ديالو ويحاول يعني يبعد شوية على مشاكل الشغب اللي كيكون في وسط المدينة، يعني المدينة كلها غير كلها صداع كلها مشاكل، وطبعا أغلبية الناس يسكنوا في المدينة غير من أجل العمل والتجارة يعني وربح العيش والقوت ديالهم، أما باش يوجد الراحة ديالو الشاملة وباش يعالج المشاكل الأزمات النفسانية ديالو فضروري أنه يخرج شوية على المدينة على المكان اللي يعيش فيه، ولو غير شي يعني دقائق ولا شي ساعة مثلا يوميا أنه يخرج للطبيعة ويتمتع يعني بكل ما كتعطيك من الخيرات ديالها والجمال اللي فيها والمناظر خلاب اللي فعلا كتخلي العقول حائرة، ومنها كيتساءل الإنسان على هذه الطبيعة الجميلة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. ضروري يكون هذا الإله اللي خلق هذا الكون غيكون عظيم جدا لما نقدروش احنا نتصوروه او نكتشفوه بمجرد العقول ديالنا البسيطة. كما قلت ان الطبيعة عندها دور كبير في حياة الإنسان، بعدما أن الإنسان هو أيضا جزء من الطبيعة اللي خلق الله سبحانه وتعالى، فالإنسان والطبيعة ما كيتفرقوش، فالطبيعة هي تحتاج البشر والبشر كذلك يحتاج إلى الطبيعة، وهنا يجب خص يكون تبادل من كلا الطرفين، من الطبيعة اللي طبعا هي كتعطيه كل ما توجد فيها من هواء طلق نقي، هواء يعني أكسجين نقي، من المياه العذبة الصالحة للشرب، من جميع المرافق. والإنسان بدوره حتى هو خاصه يتعامل مع الطبيعة بطريقة يعني لطيفة ويحاول يعتني بها، لأن الطبيعة هي محتاجة إلى العناية، وهنا نتكلم على العناية البشرية. ثم الشيء الجميل اللي كاين في الطبيعة هو أنه ممكن تجمع في الطبيعة الإنسان والحيوان والنبات المياه إلى غير ذلك، فهنا كتكتمل الصورة ديال الطبيعة، حين كتجمع هاد العناصر كلها اللي خلق الله سبحانه وتعالى من البشر والحيوانات والنبات اللي كيستفد أكثر من هادشي كله طبعا هو الإنسان، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه السلطة باش يتسلط على جميع الخيرات ديالو بما فيها الحيوانات وكل ما كيصدر في هذه الأرض، هو المتحكم في كل شيء واللي كيتصرف، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المفتاح ديال هاد الحياة اللي فوق الأرض، أنه يمشيها بالطريقة اللي كتناسبه في الحياة. وطبعا هذا كتسمى مهمة صعبة جدا على الإنسان، أنه تعطات له واحد المهمة كبيرة، واحد المسؤولية ديال أنه يحافظ على جميع ممتلكات الله سبحانه وتعالى، أنه هو المسؤول الوحيد والأول على كل ما كنشوفوه في هذه الحياة،
لذلك جميع البشر بدون استثناء، سواء كان في السلطة أو مواطنين، فكلهم كيتحملوا نفس المسؤولية، وهي الاهتمام بالطبيعة، رعاية الطبيعة، وعدم تخريبها. فالله سبحانه وتعالى فكر في الإنسان قبل ما يتزاد في هذه الدنيا، وهيئ له الأرض كلها، لأنه فكر في أن الإنسان أنه محتاج إلى الطبيعة، وأنه من يخرج من المكان دياله والمسكن دياله خصو يتوجه واحد الفضاء يجد فيه الراحة. وما كاين ما أحسن طبعا من هذا الفضاء، الطبيعة، المساحات الخضراء اللي كتعالج النفس بكاملها. فلهذا نصيحتي هي أن كل واحد يحاول يعطي من وقته ويخرج للطبيعة. ضروري تكون هناك طبيعة قريبة من المكان اللي انت عايش فيه، مغابات وجبال وأنهار وحتى الشواطئ البحر. الناس اللي عايشين في الساحل مثلا، قرب الساحل، فهذه أيضا ميزة من المميزات اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. الشواطئ كاين الناس اللي كيوجدوا الراحة فيها، مجرد أنهم يجلسوا ويشوفوا الأمواج والأصوات ديالها كترتفع، ويسمعوا الطيور اللي الطيور البحرية طبعا اللي كتجد واحد الجمالية في الطبيعة. كاين ما أفضل أنك تخرج كتاب ديالك، أو أنك الآن نقدروا نقولوا أن الكتب ما بقاتش تستعمل بزاف نظرا لأن الموبيلات والإنترنت أنه سيطر عليها بكاملها خدا المكانة ديالها. ناخذ الموبيل ديالي الخاص وتوجه إلى شاطئ البحر مثلا، فهناك لازم تكون هناك أماكن يعني مريحة وفارغة من حركة البشر ومن الصداع والمشاكل ديالهم. ويكون أجمل إذا كان عندك شي رفيق كتثق فيه مزيان، يعني لازم إذا كانت مرافقة به بشخص معين الحياة ديالك. إذا كان إنسان متزوج ما يكون ما أفضل من الزوجة ديالو أو من الزوج ديال المرأة، أنهم يخصوا هذا الوقت للمتعة في الطبيعة، لأنه يعني يمكن فيها يقدروا يعالجوا المشاكل ديالهم اللي كتدور بيناتهم، لأن كثرة الوجود ديالهم في الدار وفي المحل الإنسان تأزم نفسانيا، تشعر بالاكتئاب وتضايق مع نفسه، تخصو غير مع من يدافز ومع من يناقش. لكن أفضل شيء هو أن الإنسان يخرج للطبيعة بمرافقة مثلا إنسان تيثق فيه. والإنسان اللي ما عنده حتى شي حد نقولوا مثلا تيثق فيه، وهذه أفضل شيء يخرج بوحده على انفراد. لأن حتى الإنسان اللي غادي يكون بوحده غادي يفكر مزيان في الحالة ديالو، ويراجع نفسه، وغادي يحس بواحد ارتياح شامل. حيت الإنسان كيبغي يعاود المشاكل ديالو مثلا غير مع نفسه ما يقدرش يعاودها قدام الناس، هو كتخرج من نفسه كل الأشياء اللي مخبيها،
مستيطر، كيحس واحد الحرية واسعة، تهموش أنه يقول لك شي اللي فيه والنقص اللي فيه والعيب اللي فيه، لأنه ما كيسمع تحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو كنت في وسط المجتمع ولا في المحل ديالك ولي حتى أنك إلا هجت النفس ديالك وبغيت وباغيت يعني تكتشف تكشف المشاكل اللي في النفس ديالك وتحكي على الأسرار ديالك، طبعا أنت كتكون ديك الساعة خايف من المواجهات ومن العيوب الناس ومن التعليقات وربما يؤدي بهم للغضب وتصبح المشكلة أكبر ما هي عليه. ما إنسان وجود ديالو بوحده في الطبيعة فحتى تخاصم مع نفسه فما كدوش ثواني معدودة تتراجع مع نفسه كيصالح نفسه. علاش؟ لأنه كيحس براسه بالذنب أنه خاصو يصلح النفس المشكل ديالو بنفسه. هذه تجربة خاصة لي لأن فيما كنخرج من المنزل ديالي يعني في أوقات الفارغة، والحمد لله عندي أوقات فارغة مفرة بزاف كون أنني متقاعد، هذا الجانب الحمد لله ما كنشكيش منه وما عنديش مشكل معه. طبعا اللي مهم هو أن إنسان يراعي واحد النقطة أساسية هي الصحة. إذا كان عندك الوقت المتوفر فحاول أن هذا الوقت المتوفر لك الفارغ تستغله في تمرين الجسد ديالك بالمشي في الطبيعة، يعني أجمل شيء كاين في الحياة وأنك تخدم العضلات ديالك عن طريق المشي، وحتى الذكاء ديالك يتوسع، الذهن ديالك يحس بواحد الراحة وكي يستوعب كل حاجة ناوي تعملها. عندك الوقت باش انك تقرر او تراجع على الاشياء اللي انت باغي تعيش فيها. اذا من خلال وجودنا في الطبيعة نقدر نكتشف اشياء كثيرة على هذه الحياة، على الاسرار اللي كاينة في هذه الدنيا. فغالبا غالبا ان الله سبحانه وتعالى ما سمحناش اننا نتعرفوا على جميع الامور اللي فقط من حقه هو اللي يعرفها وهو اللي يتحكم فيها. لذلك الله سبحانه وتعالى هو اعطينا عقل بافكار محدوده، فقط تهتم بالمشاكل ديالنا الخاصه، ما نقدروش نمشيو اكثر من يعني من الطاقه الفكريه ديالنا، والا غادي نطيحوا في المأساة ومشاكل في كثرة البحث والتساؤلات. الإنسان غادي يخرج على الواقع ديالو. اللي كيهم هو أن الإنسان يعرف ما هو الهدف من الوجود ديالو في هذه الحياة. الله ما خلقناش باطلا، ما قالناش غير قالها خلقنا وقلنا وطلقنا، بل وضحنا أن الوجود ديالنا في الحياة هي تجربة، هي عبور قبل ما نمشيو للمكان اللي خصصنا الله في نهاية العمر. أعطانا هذه الفرصة أننا نتمتع أو كأننا نتمرن على كيفية عبادة الله. ما غاديش نمشي يعني كما كيعتقدوا الناس بزاف اننا غنمشيو للاخره وهناك التمتع وهناك كل واحد شنو كيفكر في الاحلام ديالو بان غادي يحقق الاحلام ديالو في الاخره، مادام انه ما حققهاش في الدنيا غادي تحقق في الاخره. يعني هي الفكره ماشي هكا، اننا غادي نكونوا عبيد الله، يعني غادي اننا غنوليو كملائكه اللي المهنة ديالو الوظيفة ديالو هي عبادة الله لا غير، تسبيح الله ليلا ونهارا. أما الناس اللي كيفكروا دائما غير في الماديات حتى في الآخرة كيدخلوا فيها المادة،
لما غيصبحوا اغنياء وان غادي كل شيء يكون في متوفر في من ليهم، الرجال تيفكروا في النساء، يعني افكار تافهه. ولكن هذه الامور هذه راه تعطات لك بقد في الدنيا تعيش بها، تعيد منك هذا الكبت وتعيد منك هذا، يعني هاد الاشياء اللي انت معمر بها الراس ديالك في الدنيا، ما حدك انت في الدنيا. تحاول تنظف نفسك لان الله باغيك تجي لعندو انت نظيف نقي قداسه، بما ان الله هو قديس قادي يعني فيه القداسه. فابغى ان الروح اللي اعطاها فيك وزرعها فيك ترجع لبين يديه كما اعطاها لك، نقيه طاهره خاليه من كل معاصي ومن كل ذنوب. هكا اعطاها لك الله في وقت الولاده ديالك، الولاده ديالنا كنزادوا معصومين تقريبا من الذنب، ما فيناش الريحه ديال الذنب. يعني الله من زرع فينا الروح وحنا في البطن ديال الامهات ديالنا، فهو كان حارسنا من كل الذنوب. فوقتاش كنطيحوا في الذنب من بعد ما كنخرجوا لهذه الدنيا وكنتخلطوا مع المجتمع مع البيئة اللي احنا زدنا فيها، ومن ثم تنطلق المشاكل الذنوب الخطايا والمعاصي وسير وسير وسير. والله سبحانه وتعالى باغي هذا الشيء يبقى هنا في الدنيا قبل ما نمشيو، قبل ما نرحلوا له لعنده خصنا نمشيو له طاهرين مقدسين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعملوا فسوف يرى الله اعمالكم. هو فقط اعطانا ارشادات، تمتعوا بالخيرات اللي اعطى الله، الممتلكات ديال الله كلها في يد التصرف ديال الانسان، غير خاص شويه ديال العداله والمساواه. الانسان اللي في يديه مسؤوليه انه يحكم بالقسط وبالعداله بالمساواه. ما الخير ديال الله سبحانه وتعالى كله لمن عطاه؟ علاش ربي تعالى وهيئ هاد الارض وهاد الكون واللي داير به الشمس والمياه والامطار والبحار والسلسل؟ لمن حتى الحيوانات ما غاديش تنفعها. الحيوانات بقى ديالها تعطيها مسكن وماكله وشرب وانتهى الامر، ما تيفكروش هما في الملاهي ولا المتاع، يعني المتاع ديال الحياه الدنيا ما عندهم هما بها غرض. هذاك مكتب عليهم فقط غريب من اجل باش يعيشوا تيخصهم ياكلوا ويشربوا هنا غير، ولا كان ممكن شي مكان مريح يكون فيه السلام والاطمئنان. اما البشر لا، واخا تعطيه ياكل ويشرب يعني وتلبسه وسير وتغنيه كاع، تيبقى دائما متعطش واحد الاشياء، ديما تلقاه ناقص، ديما تلقاه تيبحث على المزيد، ديما تلقاه مقنط مع نفسه. علاش؟ لانه ناقص الغذاء الروحي. دائما التساؤل ديالو هو شنو غيبقى لي من بعد ما نمشي من هاد الدنيا، ديما متخوف من المصير ديالو في الوقت اللي كيحس براسو قريب للموت. فتتولي عنده الامور اللي كسب واللي رباح واللي اجتهد عليها واللي خدم عليها كانها لا شيء، ما عندها حتى شي قيمه. تولي الهم ديالو غير هو كيفاش غادي يقدم نفسه امام الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الاسف الشديد تيكون هادشي في الاخر لحظه من العمر ديال الانسان، ما تيفكرش هادشي في البدايه، يعني ملي كيتفتح له شويه عينيه وكيحس بالمسؤوليه وتيعرف الله وتيعرف يعني الاخره وكل ما، يعني هنا تيبقى يتسنى حتى تيتهد حتى تيطيح شي طيحه شي مرض ولا كيطيح شي مصيبه ولا تيقرب يموت وتيولي شيء يعني كبير مسن، عاد تيولي يضرب الحسابات ويتراجع نفسه. معليش الله غفور رحيم، تيتسناك غير تستغفر باش ما يعني فوتي الامر ديالك، الله كتلقى الباب مفتوح. غير هو لو كان شحال ما يكون
يكون يعني مبكر مزيان، لأنك تكثر عليك الحسنات. إلا بديتي بالحسنات وانت باقي صغير وباقي شاب وباقي انت غادي، الله سبحانه وتعالى غيشوف فيك كأنك ماشي غير ملك بل أكبر من الملك. لأن الملائكة شنو كيشي يديروا؟ ما تيعبدوا الله سبحانه وتعالى، ما تيفكروا لا في الماكلة ولا الشرب ولا شي حاجة. أما البشر حكمت عليه الطبيعة بأنه خاصو يخدم باش ياكل، خاصو يتعب باش يرتاح، خاصو يمرض باش يصحى. يعني دائما خاصو يدوز من واحد التجربة باش يوصل لذاك الشيء اللي باغي. وهذا هو اللي كنت خصنا نفهموه، اننا نراجعوا نفسنا. واش نرجعوا نفسنا؟ خصنا نخرجوا من هذه البيئه اللي حنا عايشين فيها، نبعدوا شي شويه، نعطوها مسافه. كانها مرض بحال دابا المشكل ديال الفيروس ديال الكورونا، حنا كنهربوا من الناس ونبعدوا ونعطيو المسافه ونديروا الكمامه. علاش؟ باش ما نتقاصوش بهذا المرض. وراه نفس الشيء تيوقع لنا في المجتمع ديالنا، انا كنتقاصوا باشياء كثيره، كنتزادوا كما قلت كنتزادوا يعني نقيين بدون خطا بدون ذنب. لكن مع كنحلوا عينينا في واحد المجتمع كنلقاوه في الشكل كننسجموا معاه كنتعايشوا معاه وكنورثوا داك الشيء كاع اللي فيه. وهادشي طبعا تيخصو الانسان يحاول يحاربوا بعض الاساليب السهله اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. علاش؟ باش عطانا الله سبحانه فرصة أننا نخرجوا شوية للطبيعة، أننا نعطيو الوقت شوية لنفوسنا، نطعموا الروح ديالنا بكلام الله سبحانه وتعالى. كاين اللي يبغي يدي معاه كتاب القرآن مثلا، وكل واحد يعني وشنو هي المذهب ديالو الطريق ديالو، هذاك شغلو. الإنسان ما تحكمش عليه بالمذهب ديالو ولا بالطريقة ديالو، ما تحكم عليه. يعني اللي غيحكم عليه هو الله سبحانه وتعالى. اما انت ما محققش تحكم على اي انسان، تخليه الهويه ديالو مادام انه ما تاذيكش، ما تاذي حتى شي حد، فيكفي. اذا نخليكم ولنا لقاء ان شاء الله في الفيديو المقبل. الى اللقاء.